بتطبيق هذا القرار جاء المؤمنون ودخلوا بيوت الله عز وجل ممتثلين للبروتوكول الصحي الذي فرضته الوزارة، متمثل هذا البروتوكول في وضع الكمامة وإحضار السجادات والوضوء في البيت قبل الحضور إلى المسجد ووضع المعقم في اليدين. نحمد الله عز وجل على هذا الفتح الذي منه علينا بعد انقطاع دام عدة أشهر، والحمد لله هذا اليوم يعتبر هو يوم الابتسامة ويوم الفرح، وهذا اليوم يعتبر بمثابة يوم عيد.